معانا الأستاذة أمال من الشرقية، تتفضل. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا حضرة الشيخ. أهلا وسهلا. أنا مشكلتي إن أنا متجوزة في بيت عيلة. طيب. متجوزة في بيت عيلة وكنت داخلة بحب جوزي. وإن شاء الله تكوني فاضلة بتحبيه إن شاء الله، كملي. حاضر. فبعد ما اتجوزت هو مر بتعثرات مالية كبيرة. وقعد سنة ونص من غير شغل. بابا ومامته ناس مقتدرين جدا، فطلبوا ان انت عايز نساعدك، انزل مراتك تخدمنا وكل واشربه معانا واحنا نحطك في عينينا. يعني انتوا دلوقتي انت مقتصرة عنهم في بيت العيلة. كنت الاول، فنزلت خدمتهم، ده من زمان سنة ونص، نزلت اخدم، وعشان ان هم مجرد ان هم يساعدوه ماليا انه يصرف على بنته، فنزلت اخدم اللي هو الارياف، حضرتك فاهم يعني ايه خدمه بيوت في الارياف. طيب. خدمت وتعبت واتبهدلت. انتوا متجوزين بقالكم كام سنه؟ متجوزين بقالكم كام سنه؟ 7 سنين. كم؟ 7 سنين. 7 سنين. طيب استاذه امال، انت فين سؤالك دلوقتي؟ سؤالي حضرتك، انا اتبهدلت مع الناس دي واتمسح بكرامتي الارض، وعديت مع ابنهم التعثرات الماليه دي، والحمد لله ربنا كرم وعدينا منها. طيب. كانوا زلني عشان يدوني 200 جنيه في الشهر، وكنت راضيه عشان اجيب لبنتي اللي هي المستلزمات الطبيه بتاعتها ب 200 جنيه. وسكت، ولما ربنا اراد بعد 5 سنين قاعده معاهم انعزلت. حمايه في الطلعه والنازله، شتيمه واهانه وبهدله. ربنا يحفظ، ربنا يحفظ عليكي وان شاء الله يبعد عنك الشر. قولي، اساليني سؤال يا استاذه امال. سؤالي حضرتك، هو راح يعمل عمليه قلب. طيب. حمايه. انا مقدر والله، والله استاذه امال انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذه امال، انا مقدر والله ان انت موجوعه ومحتاجه محتاجه تنفسي، محتاجه تتكلمي، لكن خلينا نسال السؤال دوت، ولو كان في حاجه اكتر من كده ممكن حضرتك تتفضلي انت وزوج حضرتك ونتكلم ان شاء الله، بس قولي لي السؤال بتاع حضرتك. السؤال بتاعي ان انا دلوقتي انعزلت عنهم، هي فضحاني في الدنيا كلها ان انا بعدت عنهم، وان انا خليت ابنهم متغير عنهم، وان انا مش عزلت عنهم يعني خرجت من شقه. استني بس، عزلت عنهم يعني خرجت من بيت العيله، ولا عزلت عنهم يعني ما بقيتيش تنزلي تخدميهم زي زمان؟ ما بقيتش انزل، قاعده في شقتي. طيب ماشي، زي ما كنت قبل، زي ما كنت قبل ما يقولوا له يحطوا له الشرط ان انت خلي مراتك تخدمنا عشان نساعدك. هو خلاص اشتغل وانا بشتغل والحمد لله. فين السؤال بقى؟ لا، شتيمه واهانه وخروجه من بيتنا. طب حاضر، فين السؤال؟ فين السؤال؟ ما تقعديش تقلبي على نفسك المواجع، فين السؤال؟ السؤال هو دلوقتي عمال يقول لي انت مش هتشوفي الجنه، ولا انت ولا جوزك، وانا غضبانه عليه طول العمر، وجوزي نفسيته بدات تتعب، وعيالي في الطلعه والنازله يقول لهم امكم دي كفره هتروحوا نار جهنم، انا عملت ايه؟ انا عايزه ارتاح. طيب انت بتساليني هل انت لما فصلتي نفسك هل انت كده عملتي معصيه ولا لا؟ هجاوب حضرتك. هجاوب حضرتك. بصوا يا جماعه، خلينا نتفق ان الاصل في مساله السكنه ان الراجل يجيب سكنه لست اللي زوجته بعيد عن بيت العيلة من غير ما حد يتفاجئ ولا حاجة. طيب سكننا في بيت العيلة جائز ولا في أي حاجة، بس على إن الناس تحافظ على كرامة بعض، لكن سب وشتيمة وإهانة ليس معنى بر الوالدين ولا الإحسان للوالدين، وأنا راجل أب وعارف وحاسس وعارف، لكن ليس معنى بر الوالدين ان الاب يتجرأ على اعراض الناس ويسب الناس ويشتمهم، واني والابن عليه ان هو ما يحافظش على كرامة مراته، لا، يتقي الله ويحافظ على كرامة مراته وينصح والده، ان دوت مش من، ده مش من بر الوالدين، ليس من بر الوالدين ان انا لا امنعه من ان يظلم او ان يؤذي. في بعض الناس عندهم تحكمات بيعتبروا ان اولادهم من املاكهم، لا، ابنك مش من ملكك، اتقي الله في ابنك، هذا من عقوق هذا من عقوق الابناء، ان ابنك يكون كبير وتصغره قصاد مراته. انت مش عارف صوره ابنك قدام مراته شكلها ايه دلوقتي. كل احبابي الكبار في السن عارفين كويس انا بتكلم عن ايه. انت مش معنى ان ده ابنك ان انت تصغره وتخليه قد كده. لما البنت دي تتهان، انت كنت هترضى ان بنتك يتعامل فيها كده؟ فعليك ان انت تبر ابنك زي ما هو حريص ان هو يبرك.
ما سابش بيت العيلة وخرج عشان يرضيك ويكون قريب منك، ما تبعدهوش انت بالمسافات. الست بتقول ابنك داخل على تعب نفسي، تعب نفسي ده معناه ان ذاته وشخصيته بدأ تنهدم. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من هدم بنيان الله. ليس معنى ان ملعون من هدم بنيان الله اللي بيقتل بس هو ده الملعون. انت ممكن كمان الانسان يكون ملعون لانه بيدبح بني ادم. لما تذل بني ادم قدام مراته وتصغره قدام مراته ده مش تربيه ولا اخلاق ولا من كريم الاخلاق. انا بكلم كل الاباء، اتقوا الله في اولادكم. دلوقتي بقت المساله ما هياش سهله زي زمان. بقى سهل جدا جدا الواحد يصغر في عين مراته، وسهل جدا 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 الرجل يشك في مراته. فما تكونوش عون للشيطان على اولادكم. انا لو نصحتي انا مش هنصح جوزك، انا انصح ابوه، انصحه ان هو يا اخي حسن الاخلاق وطيب الاخلاق، بنت ربنا سبحانه وتعالى جعلها عندكم وفي بيتكم وضيفه يا اخي، ده من اكرام الضيف ان احنا نحسن يا اخي التعامل معاه. لو انت يا سيدي معتبرها ضيفه عندكم في بيت العيله يا اخي اكرمها. مش حضره النبي قال استوصوا بالنساء خيرا؟ انا بكلمك لان واضح ان انت لسه بعافيتك ولسه فاهمني ولسه سمعني. بلاش الطريقه دي، الطريقه دي مش هتخليك انت كبير. الكبير كبير بسعه اخلاقه، بجمال اخلاقه، باحتوائه للناس. فاتق الله، اتق الله ولا تفسد حياه ابنك يا أخي. ده ابنك أعز عليك من أي حد، وانت هتسأل عنه يوم القيامة. فما تفسدش حياته الزوجية، فاتق الله سبحانه وتعالى في ابنك عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من أهل السعادة.